النواب محمد بدراوي عضو مجلس النواب. صباح مساء الخير الخير يا فندم. الو، رشا، وعليكي وعلى كل المحترمين اللي معاكي، اهلا بيك. الزملاء الاعزاء دكتور محمد والاستاذ طلعت وايضا دكتور مدحت. خليك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا. هو طبعا موضوع الحلقه المتعلق بالقروض والاستدانه، طبعا احنا عندنا يعني المشكله كبيره خصوصا في الموازنه القادمه وايضا في الموازنه السابقه، متعلقه بحجم الاقتراض. حجم الاقتراض في السنه ونص الاخيره دي تضاعف بشكل غير طبيعي، والحكومه بتلجا الى الاقتراض تقريبا كوسيله وحيده لتحريك الاقتصاد، وانا شايف ان معدلات الاقتراض هي متخطيه الحدود الامنه سواء في معدل الاقتراض الداخلي او الخارجي. بالنسبه لمعدل الاقتراض الداخلي احنا تجاوزنا 90% من الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل الاقتراض الخارجي احنا تجاوزنا 30% النهارده بعد تعويم الكامل لسعر الصرف. احنا بنتحدث النهارده الحقيقه عن ما يتجاوز 4 تريليون جنيه بالتقديرات الاخيره، يمكن نتجاوز 4 تريليون و100 مليار كمان وفقا للتقديرات الاخيره، ودي ارقام الحقيقه مفزعه. وانا بتحدث النهارده وهذا الكلام كان محل يعني الاستجواب الرئيسي ليا مع رئيس الوزاره من حوالي 45 يوم. نتمنى ان احنا اللي هو ما حصلش لغايه دلوقتي. نتمنى نناقشه في انتوا بقى، انا ما شفتلكوش اي استجواب يعني. لا والله انا مقدم استجواب والله. لا ما هو انتوا مقدمين كلكم بس فين؟ اديني استجواب يعني قبل ما الدوره تخلص يعني. يعني مش معقول يعني كده. ربما يكون الاستجواب بتاعنا يكون اول استجواب، لكن مش ده الموضوع. استنى بس عشان ما تتهمش بتهمه تشويه اداء البرلمان والإساءة إلى الكلام الجميل، اتفضل. لا ازاي بقى يا استاذ رشا؟ فأنا بتكلم على فكرة متعلقة بإيه؟ فكرة متعلقة إن إحنا خارج الحدود الآمنة بالنسبة للاقتراض. مش عايز أقول لك إن إحنا كنا فقط من سنة ونص عند معدلات، لو رجعنا 14 15 عند معدلات تقريباً 2300 مليار داخلي وخارجي، وإحنا النهاردة تقريباً نقترب من ضعف هذا الرقم. فالحقيقة يعني المزعجة أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض بمعدلات متقفزة جدا جدا جدا. الجزء اللي بعد كده المتعلق بيه فوائد. طب هو مين يعني مين اللي عنده بقى أن هو يكلم الحكومة؟ أنا مش عارفة يعني، لما يكون عندنا تساؤلات بنفكر فيها وخبراء الاقتصاد بيفكروا فيها وحضراتكم في مجلس النواب بتفكروا فيها، أستاذ مصباح قطب يا حرام يقعد يكتب مقالات فيها، والدكتور مدحت يقعد يفكر فيها، مين اللي بيجاوب يعني؟ الإجابة هناخدها منين؟ يا فندم انا مقدم استجواب، يعني معنى كده ان انا وصلت لاعلى معدل من معدلات مساءله الحكومه ومراقبتها، معنى كده ان انا شايف ان هناك خطر وصلت بيه في المساءله الى مرحله الاستجواب. يعني انا خلصت البيان العاجل وطلبات الاحاطه والاسئله، كل ده عملناه. عايز انقل بس النقطه اللي بعديها اللي انا شايفها خطيره متعلقه بفوائد الدين. حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي على فكره فوائد الدين وهل بنسدها بالقروض ولا لا. فوائد الدين كنا يمكن نصل الى معدلات السنه دي تقترب من 400 مليار، وانا بقول ان هذا الرقم في منتهى الخطوره، لانه تقريبا هيقترب من معدل الايراد الضريبي بتاعنا. يعني احنا مستهدفين ضرائب 434 مليار لهذا العام، السنه اللي فاتت حصلنا 352، يعني منتهى املنا نوصل للرقم بتاع 400 مليار ده ضرائب. فتخيلي لما مستويات الدين وصلت لهذا المستوى. لا والنبي خلينا يعني، انا بس اللي قلقني حاجه كمان، ان احنا نكون بنستدين وعندنا ديون وعندنا فوائد للديون ونستدين تاني عشان نسدد فوائد الديون. ده محمد بيه تطرق لحاجه خطيره جدا، يعني هذا ما يحدث. الايراد الرئيسي للموازنه العامه للدوله ما مش مكفي سداد الفوائد. لا ما الدكتوره شيرين قالت كده على فكره. يعني ما هو ده اللي قالته الدكتوره شيرين، الرئيسي اللي هو الضرايب لوحدها اول مره توصل 40%، هي وصلت 30% وكان كتير. في الحساب الختامي كانت قربت من 50%، فلما تقرب دلوقتي لما تيجي تحسبها لا هتلاقي هتوصل هتعدي النسبه دي. اتفضل يا دكتور. هذا ما يحدث حقيقة على أرض الواقع بعيد عن التجميل وعن أي مؤشرات. حاجة نهائية عايز ألفت النظر ليها، القصة يا جماعة مش النسب فقط للناتج المحلي. الناتج المحلي هتقدمه لنا الموازنة القادمة بشكل يعني هو حقيقي لكن هو بشكل مبالغ فيه نتيجة معدلات التضخم الموجودة حاليا، فهيرتفع الناتج المحلي وفقا لتقديرات الحكومة من 3 تريليون 400 مليار للسنة الحالية، بيتكلموا من احنا هنتجاوز ال 4 تريليون و100 مليار، فعشان كده بيقولوا ان هتبقى النسب قريبة من نسب الاستدامة، لكن انا بقول ان هذه نسب ناتج محلي محملة اساسا بتقديرات التضخم في الاساس. يعني انت عارف حضرتك بس طب انا عايزه بس للموضوعيه برضو، ما هو هم عايزين موارد، يجيبوا موارد منين؟ الايرادات بقى يا فندم، نتكلم عن الايرادات. اتكلمنا على الموضوع يعني بالتاكيد، يعني مفيش حكومه هتروح تستدين، ما يعني مش هيبقى معايا فلوس اروح استدين اكيد. يعني هو ده مربط الفرس. احنا بقالنا اكتر من سنه ونص بنتكلم مع الحكومه ان فكره
تحميل فقط ايرادات الدوله بان انا اخد 70% من الايرادات على الضرائب فقط لا غير، هذه ليست الفكره الصائبه. وان فكره الايرادات الاخرى واصلاح الهيئات الاقتصاديه والدخول في صلب الموضوع هو ده المهم. بقالنا سنه وثلاث شهور بنتكلم مع الحكومه في المقترحات والاصلاح عشان الضريبي كمان على فكره مهم، انت عندك خلل كمان في المنظومه الضريبيه. لا لا انا بتكلم بس يا فندم بعيدا عن الضرايب، انا بتكلم عن نقطه تانية، الايرادات الاخرى التي لا تمثل في الدوله المصريه الا الربع فقط. هذه الايرادات تحدثنا مع الحكومه مرارا وتكرارا، هي دي الايرادات المحركه للاقتصاد، وده اللي اتكلمنا عليه. اتكلمنا على الهيئات الاقتصاديه، اتكلمنا على ملف الاراضي المهدر، اتكلمنا على ملفات الاوقاف، اتكلمنا على ملفات التصالحات، عشرات من الملفات ومئات من المليارات وضعناها بين يدي الحكومه في حلول واقعيه وحقيقيه. ولما جينا اتكلمنا في ملف الاصلاح الضريبي تحدثنا في ملفات واضحه تؤدي الى العداله الضريبيه وليس الى ذات الاراده. يمكن احنا فقط عشان من بره شايفين ان احنا نقدر نجيب، هم يمكن من جوه مش شايفين ان ده افكار يمكن تفعيلها. يعني اعتقد بعد هذه المعادلات من العجز وهذه المعادلات من الاستدانه والقروض، ما حدش يقول لي بقى من بره ومن جوه، يعني العجز واضح جدا جدا في اداء في الاداء الحكومي، ومحدش يقول لي ان الافكار اللي موجوده حاليا الحكوميه قادره تقوم بالمشكله المهمه على قدر يعني جيد. النهارده انت رفعتي سعر تذكره المترو، شويه شويه هتتكلمي في الكهرباء والطاقه وما الى ذلك، وبناء على كده خلينا نتكلم بشكل واضح تماما، ما لم يكون هناك لدى الحكومه افكار حقيقيه لزياده ايراداتنا انا بقول لك ايوه الاجابه ايه؟ ما اصل دي الاسئله بتاعتنا حضراتكم بقى، الاجابه بتجيلكوا ايه يا فندم؟ انا قلت لحضرتك انا ادينا للحكومه اكتر من 25 مقترح لزياده الايرادات الحقيقيه ووعدت الحكومه بالتنفيذ. انا افتكر ان كان في عنوان للمصري اليوم الحكومه دوروا على موارد تانية حاجه كده يعني كده. مش كده ووعدت الحكومه يعني ووعدت الحكومه بالتنفيذ. ما في زياده في الاجور، دوروا على حلول تانية. ايوه انا افتكرت العنوان. أيوة مظبوط مش كده؟ ووعدت الحكومه يا استاذ رشا بالتنفيذ ولم تنفذ. ما حضرتك لما اتكلم النهارده على هيئات اقتصاديه عندها موازنه تريليون جنيه، موازنه موازيه، في الاخر كلمه هيئه اقتصاديه معناها ان هيئه رابحه وليست خاسره، فتكون النهايه ان يكون اثر الهيئات الاقتصاديه دي على الموازنه اثر سلبي وليس ايجابي. انت عارفه ده معنى ايه؟ لما تدفعي مليارات المليارات في هيئات اقتصاديه خاسره مستمره. ما لسه سياده النائب طلعت خارجا بيشير ان كمان عندك قلق انك تكون بتحط فلوس في حاجات بتخسر، يبقى دي مصيبه ثانيه. يا استاذه طيب رشا، هذا الموضوع في الهيكله الرئيسيه، اخر مره كان موجود وزير الماليه واحنا بنناقش الحساب الختامي بتاع 14 15، انا قلت له بشكل واضح اداره لف الاموال في مصر ما لم يتم في تعديل هيكلي واضح هنستمر في نفس البؤره. هو في تعديل مقدمه الحقيقه حزب الوفد هناقشه مع سياده النائب الدكتور محمد فؤاد فيما يتعلق بالامر، لكن بعد